طفلنا العزيز عنده 11 سنة بيشتكي من احنا بنسميه الاوتيزم او اللي هو التوحد، ولكن والدته بتقول انه راح لاكثر من طبيب فاختلفت الاراء واختلفت اختلف التشخيص بمعنى اخر. طبعا المتابعه مع اخصائي نفسيه ده مهم جدا، ان احنا نبتدي زي ما بنقول بنربي السلوك النفسي، دي نقطه مهمه جدا، ونقدر ان احنا نكسب الولد ابننا العزيز الثقة بالنفس ونكسبه بعض الخبرات اللي يقدر بيها ان هو يتعامل مع اصدقائه ويتعامل مع المحيطين به، ونخرجه من العزلة اللي اسأل الله العظيم ان لا يدخل فيها، وان شاء الله ما يدخلش فيها بمشيئة الرحمن عز وجل. هي بتسأل سؤال جميل قوي، هل هناك بعض الاعشاب اللي ممكن تهدي النفس او تهدي النفسية شوية؟ هناك عشبة تسمى عشبة القديس يوحنا، عشبة القديس يوحنا، ولها مسمى آخر عشبة القديسين، أيا كان المسمى لها، هذه العشبة بيأخذ منها معلقة وتغلى وتشرب 3 مرات يوميا، دي حاجة لوحدها. الحاجتين التانيين اللي هي زهرة البابوني مع زهرة البنفسج، أنا شلت الميرامية لو أنت قبل الميرامية، ولكن طفلنا عزيز مش هيستحمل الميرامية لأن هي مرة شوية. زهرة البابوني وزهرة البنفسج والقرنفل دول بكميات متساوية، وهناخد معلقة كبيرة من هذا الخليط تغلى وتحلى بالعسل أو بالسكر، يبقى طعمها طيب ورائحتها زكية، ويشربها 3 مرات يوميا إن شاء الله تهدي النفس كتير جدا معه. وأوصي حضرتك طبعا يعني دايما يكون على وضوء، ونتعامل معه بالرفق ونتعامل معه بالراحة جدا، وواحدة واحدة يعني إن شاء الله بدل ما هوش دخل في التوحد هنجد نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن.